بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أحبة في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا اليوم الهندسة الأزواج المرتبة. معد الدرس الأستاذ عامر الدوسري، تقديم الأستاذ عمر مسمري. لنبدأ سويا بفكرة الدرس. فكرة الدرس: أسمي النقاط في المستوى الإحداثي. أسمي النقاط في المستوى الإحداثي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستوى الإحداثي: عندما يعود عبد الملك من المدرسة إلى البيت فإنه يمشي ثلاث وحدات إلى اليمين. هذه المدرسة يرجع للبيت ثلاث وحدات إلى اليمين، يعني راح يتحرك على المحور الصادي باتجاه المحور الأفقي، هذا ثلاث وحدات ثم وخمس وحدات إلى الأعلى، ثم يطلع إلى الأعلى خمس وحدات، تجد أن هذا هو بيت عبد الملك. بيت عبد الملك. كيف يمشي عبد الملك من المدرسة إلى المكتبة؟ يا جهاد، كيف يمشي عبد الملك؟ أيوة، يمين. كم خطوة الآن عبد الملك هذا يمشي من المدرسة إلى المكتبة؟ دائما نبدأ بليش؟ بالخطوات اللي على خط السينات، اللي هو الخط الأفقي، ثلاث خطوات. يا سلام، لا انتبه، نبدأ نمشي أول شيء نقول إلى اليمين كم خطوة، وإلى الأعلى كم خطوة، كم خطوة يمين وكم خطوة أعلى. إلى اليمين كم خطوة؟ نبي نصل إلى المكتبة، نمشي لمن هذه المكتبة ونشوف كم خطوة. يمين ثلاث. تكلمنا عن المسجد. لا لا، إلى المكتبة، من المدرسة إلى المكتبة. ناظر هذه المكتبة، شوف يا جهادنا الآن، هذه المدرسة تتحرك واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، الآن صار تحت المكتبة، ثم إلى الأعلى كم؟ أربع. المكتبة هنا إلى الأربع، ثم إلى الأعلى خطوة واحدة، صار أربع وخمسة. هذا هو ليش خطوات إلى من المدرسة إلى المكتبة. طيب، يشكل المستوى الإحداثي، يتشكل المستوى الإحداثي عند تقاطع خطي أعداد. خط الأعداد الأفقي يتقاطع مع خط الأعداد الرأسي. خط الأعداد الأفقي يتقاطع مع خط الأعداد الرأسي في النقطة، هذه تسمى نقطة الأصل. النقطة اللي تقاطعوا فيها تسمى نقطة الأصل. عندما عند تقاطع خطي أعداد، وتكون أعداد أحد خطي الأعداد على طول المحور الأفقي، هذا المحور الأفقي عليه أعداد، خط أعداد، يسمى هذا المحور الأفقي محور إيش؟ المحور الأفقي شو يسميه؟ محور السينات. محور السينات. وتكون أعداد الخط الثاني على طول المحور الرأسي. المحور الرأسي اللي هو هذا سميناه محور إيش؟ الصادات. أما نقطة التقاء المحورين فهي نقطة الأصل. فهي نقطة الأصل. دائما ركز أن الزوج المرتب هو زوج من الأعداد استعمل لتسمية نقطة في المستوى الإحداثي. دائما نركز على حاجة معينة، أن أول رقم يخص مين؟ محور السينات ولا الصادات؟ الرقم الأول اللي على اليمين في أي إحداثية. يا سلام، يعطيك العافية جاد، يعطيك العافية يا سلمة. أول رقم دائما يخص السينات اللي هو المحور الأفقي، والرقم الثاني هو محور إيش؟ محور إيش؟ الرقم الثاني دائما يخص محور الصادات. فبالتالي إذا قلنا ثلاثة اثنين الإحداثية أو الزوج المرتب ثلاثة واثنين، فيصير ثلاثة سينات والاثنين هي إيش؟ صادات. فبالتالي ثلاثة أمشيها باتجاه اليمين والاثنين إلى الأعلى، واثنين إلى ليش؟ إلى الأعلى. هل هي تختلف إذا قلنا اثنين وثلاثة؟ إيش الفرق بين اثنين وثلاثة وثلاثة واثنين؟ إيه نعم، اثنين وثلاثة يعني الاثنين على محور السينات والثلاثة إلى الأعلى، فتختلف. ثلاثة واثنين، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين تجي هنا. أما اثنين وثلاثة، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة تجي هنا.
في فرق بينهم كبير، فلابد نركز عند تحديد اي زوج مرتب او احداثيه، لابد ان اول رقم يكون خاص بالسينات والرقم الثاني خاص بالصادات. الان بسم الله نبدا مع بعض يا جهاد وسلمى، ركزوا معي. سمي الزوج المرتب للنقطه الف. مين اسرع واحد؟ لا اكتبوها نشوف مين اسرع يعطيني النقطه الف. هذه النقطه الف هنا، النقطه الف. يا سلام يا لا نعكس. ايوه يا سلام عليك يا جهاد. خمسه يمين خمسه يمين كذا بدات واضحه جدا. خمسه باتجاه اليمين. اجي اعد صفر. دائما ابدا من نقطه الاصل اللي هي الصفر، ابدا من نقطه الاصل اللي هي الصفر. فيقول صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، رحنا يمين واعلى اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه، فمشينا خمسه الى اليمين واربعه الى الاعلى، فصارت ايش النقطه؟ خمسه واربعه. خمسة وأربعة. يا سلام يا سلمى، بس اللي عجبني في جهاد انه وش تقول؟ ان حددت لي يمين كذا واعلى كذا. فاحيانا كتابة الارقام تكون معكوسة، ولكن يوم تقول لي يمين ويسار فتبدا تكون واضحة جدا. او نقول على محور السينات، السينات خمسة والصادات أربعة، كذا برضو تكون صحيحة. طيب نشوف الآن الجواب. يقول لك الخطوة الأولى تحرك يمينا على طول المحور السيني حتى تصبح أسفل النقطة ألف. الإحداث السيني للزوج المرتب هو خمسة، مثل ما قالت جهاد. طيب الخطوة الثانية اتجه، يقول لك تحرك إلى الأعلى حتى تصل إلى النقطة ألف. الإحداث الصادي هو أربعة، إذا النقطة ألف يمثلها الزوج المرتب خمسة وأربعة. خمسة وأربعة. نأخذ مثال آخر. سم النقطة التي يمثلها الزوج المرتب اثنين وثلاثة. يلا اي نقطة اللي اثنين وثلاثة؟ هذه نقطة ايش من النقاط الف باء جيم دال؟ ها من يقول اثنين وثلاثة؟ لا لا لا، هو اعطانا النقطة. الان الزوج المرتب موجود، سلمى وجهاد. لا لا الزوج، ايوه سلام عليك يا سلمى. دال. يا سلام يا سلمى، دال هي تمثل النقطة اثنين وثلاثة. النقطة اثنين وثلاثة تمثلها دال. واضحة جهاد؟ واضحة؟ ركز معي. الآن هذه دال. أناظر المحور السيني يمثلها رقم اثنين، والمحور الصادي يمثلها رقم ثلاثة. أجل النقطة اللي تمثل اثنين وثلاثة هي دال. النقطة دال تمثل الزوج المرتب اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة. أبدأ من نقطة الأصل. تتحرك يمينا حتى طول المحور الصيني العدد اثنين وهو الاحداث السيني، ثم اتحرك الى الاعلى حتى العدد ثلاثة وهو الاحداث الصادي. اذا الزوج المرتب اثنين وثلاثة يمثل النقطة دال، يمثل النقطة دال. يلا يا جهاد يعطيك العافية. الحين السؤال لك، سمي الزوج المرتب للنقطة الف. يلا يا جهاد الان السؤال لك. الف، وش الزوج المرتب لها؟ الزوج المرتب للنقطة ألف سين يمين اثنين وأعلى واحد. يا سلام، يمين اثنين وأعلى واحد. يعني لا تقول لي يمين اثنين، خلينا نقول سين وصاد أفضل، عشان نقول على محور السينات اثنين على محور الصادات واحد، صارت اثنين وواحد. يا سلام جهاد. يلا سلمى الآن هذه النقطة أعطتها جهاد تقول اثنين وواحد. طيب يلا سلمى أعطيني الإحداثية أو زوج المرتب لداء للنقطة باء. يمين أربعة اللي هي على محور السينات أربعة، وأعلى ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اللي هي محور الصادات. وش رأيكم نتفق نكتب سين وصاد؟ أسهل، سين وصاد. تمام. طيب نقول سين أربعة وصاد ثلاثة، فتصير هذه الإحداثية فعلا. يعطيكم العافية. يصير أربعة وثلاثة هي إحداثية النقطة باء، إحداثية النقطة. سمى النقطة التي يمثلها الزوج المرتب. يلا سؤال عن جهاد. يلا جهاد سمى النقطة التي يمثلها الزوج المرتب واحد وستة. إيش اسمها النقطة هذه؟ جهاد. ها ها يا سلام يا سلام. بيقول واحد وستة، واحد من محور السينات، هذا واحد من محور السينات، وأطلع على محور الصادات لين بأصل إلى ستة. يا سلام عليك يا جهاد، فعلا السؤال هي النقطة ها. النقطة ها. سؤال عندك يا سلمى الآن.
صار عندك يا سلمى، اني داري بس. طيب صار عندك يا سلمى ايش يقول؟ الزوج المرتب 5 و2، 5 و2 مثل ما قالت سلمى هي واو. نشوف باتجاه السينات نتحرك كم خطوة يا سلمى؟ باتجاه السينات كم خطوة؟ اللي هو الرقم الأول كم؟ 5. نتحرك 5، يا سلام عليك. ثم باتجاه الصادات تتحرك 2، باتجاه الصادات 2، فعلا هي النقطة واو، النقطة واو، يعطيك العافية يا سلمى. فبالتالي النقطة 5، الزوج المرتب 5 و2 يمثل النقطة واو. ملخص درسنا اليوم، أخذنا إيش؟ تسمية النقاط واستعمال الأزواج المرتبة. سلمى وجهاد، قلنا أول رقم يخص أي محور؟ الرقم الأول يخص أي محور؟ الرقم الأول يخص أي محور؟ السينات، يا سلام. والرقم الثاني يخص أي محور؟ الصادات. المحور السينات يكون دائما إيش؟ أفقي ولا رأسي؟ محور السينات يكون أفقي ولا رأسي؟ محور السينات يكون أفقي ولا رأسي؟ سلمى وجهاد أفقي، يا سلام عليكم. طيب محور الصادات يكون إيش؟ رأسي، يعطيكم العافية. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ولنا لقاء إن شاء الله في درس قادم. كنا دائما نبدأ ننطلق من نقطة الأصل.